أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه سلما تسليما كثيرا. إذا تحية تربوية مسائية عطرة لجميع رواد الغرفة الصوتية، ونعتذر كثيرا عن التأخر الخارج عن إرادتنا، ونشكر كثيرا الأستاذ أبو آدم على مجهوداته، وكذلك الأستاذة الفاضلة الأستاذة فاطمة القراب. إذا نجدد معها اللقاء في هذه الأمسية التربوية، نلتقي معها في موضوع جديد، موضوع ذو أهمية كبيرة يعني في طرائق تدريس القراءة. والأستاذة إن شاء الله ستحدثنا عن طريقة القراءة وفق الطريقة المقطعية. إذا دون أن أطيل عليكم، أطلب من الأستاذة، تفضلي إلى اللاحق إن شاء الله. إذا مرحبا بالجميع في هذا العرض، إن شاء الله نتمنى لكم الإفادة والاستفادة. إذا أستاذة، إذا كنت مستعدة فلك مني اللاحق إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة فاتحة. إذا أستاذة ربما تعاني مع الصبي، دخلت قبل قليل وخرجت مرة أخرى. ونشكر الأستاذ أبو آدم كذلك على المجهودات دياله الجبارة في سبيل نجاح عروض الغرفة الصوتية. أستاذة فاطمة، نعم، إذن بالتوفيق أستاذتي الفاضلة، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك. تفضلي وشكرا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، هل الصوت مسموع؟ نعم. إذا أجدد تحية بجميع الحاضرين بالساهرين على هذه الغرفة. يتجدد لقاؤنا اليوم في هذا العرض الذي يأتي في إطار المستجدات التي تعرفها المنظومات التربوية ببلادنا. فالطريقة المقطعية كما تعرفون في تقديم دروس القراءة هي من بين أهم المداخل الإصلاحية التي عرفها الجانب الديدكتيكي للمواد المدرسة، ولا سيما مادة القراءة. وذلك كما تعرفون نظرا لأسباب متعددة جعلت مستوى المتعلمين في هذه المادة يتصف بالضعف في المردودية. تحدثنا سابقا في عرض الهندسة اللغوية عن الأسباب التي كانت وراء هذا الإصلاح. فمشروع القراءة من أجل النجاح جاء من أجل هذا الغرض، وهو يقدم لنا الطريقة المقطعية. هذه المقاربة التي تبنتها مجموعة من الدول العربية والغربية على حد سواء، على اعتبار نجاعتها التي أثبتتها الدراسات العلمية ولا سيما علم الأعصاب، الذي أثبت الفعالية الكبيرة لهذه المقاربة في تعليم وتعلم القراءة. إذا ارتأيت اليوم أن نقدم القراءة وفق الطريقة المقطعية، ليس كمقاربة تدريسية، يعني ما غاديش نشوفوها كما يمكن أن يدرسها الأستاذ للمتعلمين في القسم، بقدر ما سأحاول أن أوضح الطريقة المقطعية نظريا، يعني لي فوندمون تيوريك، الأسس النظرية التي بنيت عليها الطريقة المقطعية. ثم ما هي هذه الطريقة المقطعية؟ ما هي علاقتها بالصوتيات، باللسانيات؟ ما هي علاقتها أيضا بالقراءة، بترتيب الحروف؟ ثم في الأخير سوف نتطرق إلى بعض التطبيقات الإجرائية وفق هذه المقاربة. إذا على بركة الله سوف ننطلق، وأتمنى أن يكون الاختيار يعني يرقى إلى مستوى انتظاراتكم، لا سيما وأن أظن أن حاليا الهاجس الأكبر هو الاستعداد للاستحقاقات المهنية.
فمن أجل هذا الهدف بالضبط حاولت أن في هذا العرض سأحاول أن أوضح ما هي الطريقة المقطعية. يعني في السنة الماضية راه كانوا شي أسئلة ديال التقطيع ديال يعني كانوا كيصبوا في هذا الاتجاه. فمن أجل هذا وثانيا لسبب آخر هو أن يعني أغلبية ديال الأساتذة ما كيعرفوش الطريقة المقطعية إلا الأساتذة ديال مؤسسات التجريب الجزئي اللي تحت لهم فرص أنهم ياخذوا فيها تكوينات. إذا الشريحة اللي كتبقى كبيرة هي ما عندهاش معرفة تامة ما معنى هذه الطريقة المقطعية التي نحن في طريق تعميمها. إذا سنمر إلى محاور العرض. نعم، أحاول أن أمرر الشفافة، ولكن نفس المشكل ديال المرة السابقة، ما عرفتش علاش ما كتفوتليش الشفافة. أو كيفاش استطعتي نمرر الشفافات لو سمحت أستاذي؟ نعم، إذا نمر إلى محاور العرض. وقبل أن أتطرق إلى محاور العرض سوف أقدم أهداف هذا العرض. فسوف نهدف من خلال هذا العرض إلى التعريف بالطريقة المقطعية من خلال التعرف على الصوتيات العربية وعلاقتها بترتيب الحروف. ثم سنحاول التمكن من تحليل الصوتي أو التقطيع للكلمات وفق الطريقة المقطعية. ومحاور عرضنا إن شاء الله ستكون كالتالي، عندنا 3 ديال المحاور الكبرى. المحور الأول هو الصوتيات العربية وترتيب الحروف، ومن خلال هذا المحور سوف نحاول التطرق إلى ما هي الصوتيات وكيف تطورت، ثم إحداث الصوت الإنساني يعني كيف نحدث الصوت، مخارج الصوت عند الإنسان، وأخيرا ترتيب الحروف العربية. في المحور الثاني سوف نحاول أن نتعرف على المقاربة المقطعية في تدريس القراءة، وذلك من خلال تعريف لمادة القراءة، ثم تعريف الطريقة المقطعية. سنحاول تسليط الضوء على محورا الطريقة المقطعية، ثم مفهوم المقطع الصوتي العربي وخصائصه ثم أنواعه. بالنسبة للمحور الأخير هو محور تطبيقات حول الطريقة المقطعية، والذي من خلاله سنتعرف على نماذج من التحليل الصوتي لبعض الكلمات وفق الطريقة المقطعية، ثم سوف نقدم آليات بناء وتنمية الوعي الصوتي. ثم نمر إلى الشفافة الموالية. نعم، إذا نعم الصوتيات العربية وترتيب الحروف. الصوتيات، ما هي الصوتيات؟ هي الصوتيات أو علم الأصوات هو العلم الذي يدرس الأصوات الإنسانية من حيث طريقة نطقها وأعضاء النطق المسؤولة عن إنتاجها وصفاتها الصوتية، بحيث يوجد لكل صوت أو حرف. ومن بعد غادي نحاولوا ناخذوا شنو الفرق اللي كاين بين الحرف والصوت. مجموعة من الصفات تميزه عن غيره من الأصوات. فالصوت ب مثلا هو صوت شفوي ثنائي، لأن الشفتين اشتركتا معا في إنتاجه ولم ينتج من شفة واحدة. ثم هو صوت انفجاري، أي أن الهواء تعرض للحبس والتراكم في تجويف الفم قبل نطقه، ثم خرج دفعة واحدة عند نطقه. ثم هو صوت مجهور، أي أن الوترين الصوتيين يهتزان عند النطق به. إذا فالصوتيات هو علم قديم جديد. فهو في الأصل قديم، نظرا لأنه يشكل فرع من فروع اللسانيات. أول من دخل هذا الميدان من العلماء العرب
عندنا الخليل بن أحمد الفراهيدي، هو اللي قنا أول تصنيف للحروف بمعجمه العين، ثم جاء بعده سيبويه، وبعد ذلك سنرى تصنيفات مع ابن جني. إذا هذا بالنسبة للسانيات الصوتيات. كيف تطور مفهوم الصوتيات؟ إذا دائما عندي نفس المشكل مع تمرير الشفافات، بدأ الصوت مسموع. هل الصوت مسموع؟ الصوت نعم الإخوة الحاضرين، لكن الصوت مسموع نستمر. أظن غير مسموع. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أستاذ، الصوت مسموع جيد جدا، نسمعك بوضوح إن شاء الله. إذا تفضلي، نحن نسمعك جيدا. نعم. ما كنشوفش هناك تفاعل على السبورة، كتبان لي سبورة فيكس على داكشي، باش من وقت لآخر كنحاول نأكد على مسألة الصوت، هل الصوت مسموع أم لا. إذا نرجع للشفافة السابقة، أظن أن تمرير الشفافات عندي فيه مشكل. إذا سنمر إلى إحداث الصوت الإنساني. فالصوت الإنساني يحدث باندفاع الهواء أو النفس من الرئتين، ثم مروره بالحنجرة التي فيها وتران صوتيان، والتقاء هذين الوترين الصوتيين يحدث اهتزازات تخرج من الفم أو الأنف، ثم تنتقل خلال الهواء الخارجي يعني الزفير على شكل موجات صوتية مبتعدة عن الجسم المهتز حتى تصل إلى أذن السامع على شكل أصوات. إذا إحداث الصوت الإنساني لا يختلف أبدا عن إحداث الصوت في مفهومه الفيزيائي. فكما تعرفون أن الصوت هو عملية فيزيائية تتم عبر النقر على مجموعة من الأوتار، فكما نحدث الصوت في الآلات الموسيقية، الآلات الوترية بالأخص، فبنفس الطريقة يحدث الصوت الإنساني، وذلك عبر اندفاع الهواء من الرئتين ثم من الحنجرة فإلى الوترين الصوتيين ليحدث ذلك الاهتزاز. ونظرا لأن كل صوت كيخرج بطريقة معينة وكيخرج من واحد من مكان معين، إذا فكيعطيه ذاك التلوين اللي كيخرج به مختلف عن الصوت الآخر. إذا فهذه هي آليات إحداث الصوت الإنساني. نعم، إذا عندي مشكل في تمرير الشفافات. إذا تفضل الأخ اللي مشرف على الغرفة أنه نعم. ده المشكلة عندي هنا. ثم سنمر إلى مخارج الأصوات. إذا بعد ما عرفنا على الصوت، ثم تعرفنا من بعد على مخارج الأصوات، كيف يحدث ذلك الصوت، سوف نمر إلى التعرف على مخارج الأصوات. إذا عند الإنسان قلنا أن الصوت كيخرج بواحد العملية ميكانيكية، هي عبر اهتزاز، يعني واحد الدفعة ديال النفس كتحدث واحد الاهتزاز، ومن بعد كيعطينا ذاك الصوت. فمخارج الأصوات عند الإنسان عندنا أربعة، هذه أربعة رئيسية، وهي الحلق. إذن مخرج الحرف هو المكان الذي يخرج منه أولا، ومخارج الحروف توجد في أربعة مناطق. إذن عندنا أولا الحلق، ومنه تخرج ستة أصوات، هي إذا صوت له أه وأ وح وخ وع وغ. إذا هنا أنا كنحاول ما أمكن أن ننطق الأصوات ماشي الحروف.
إذا وعلى مستوى الحلق عندنا ثلاثة ديال الأماكن، عندنا الحلق الأقصى ثم وسط الحلق ثم أدنى الحلق، وكل جهة كتحدث صوت من الأصوات. ثم عندنا اللسان، ويخرج من اللسان 18 صوتا وهي مكتوبة أمامكم، يعني التاء ت وث وب وي ود وذ ر ز س ش ص ض ط ظ وق ك ل ن وي. بالنسبة للسان عندنا مجموعة من المناطق، إذا عندنا أقصى اللسان، وسط اللسان، وطرف اللسان. ثم بالنسبة لطرف اللسان عندنا طرف اللسان المحاذي للثة، عندنا طرف اللسان اللي على طول الثنايا العليا، ثم عندنا طرف اللسان اللي على طول الثنايا السفلى، ثم حافة اللسان الأمامية. وطبعا كل جهة من أو منطقة من مناطق اللسان اللي ذكرت هي كتكون مسؤولة على إصدار صوت من هذه الأصوات. ثم المخرج الثالث هو الشفتان، وكتخرج من 4 ديال الأصوات اللي هي ب وف م والو و. الشفتان عندنا جوج مناطق، عندنا بين الشفتين يعني بالابيض، عندنا كتخرج لنا حرف الباء والميم والواو. ثم عندنا تطابق الشفة السفلى برؤوس الثنايا العليا، وهذه كتخرج لنا حرف الفاء. رابعا عندنا الجوف، وهو مخرج خاص بحروف المد يعني الألف والواو والياء المدود، واللي ما مذكورش هنا في الشفافة هو الأنف، هو اللي مسؤول على تخريج الغنة المصاحبة لحرف الميم ولحرف النون. إذا هذا بالنسبة لمخارج الأصوات عند الإنسان. نمر إلى الشفافة الموالية. نعم، نعم. إذا سنتعرف الآن على ترتيب الحروف العربية. إذا وهذا المحور إذا جات على خاطركم، يعني هنا غادي نبقاو ندخلوا شي شوية المسائل المهمة اللي نبغي، اللي هذا العرض أصلا جبتوه على هذا الأساس، هذا على أساس أن كل واحد فينا خصو يعرف هذاك الترتيب اللي كل مرة كيفاش كنشوفوه كيجي في الكتب المدرسية من جا. هذاك الترتيب ديال الحروف بناء على ماذا نقدم، حرف الهمزة هو الأول ولا الباء ولا الميم ولا التاء ولا الكاف، بناء على ماذا؟ إذا في الأول غادي نحاول معاكم أننا نتعرفوا على ترتيب الحروف العربية، وهنا سوف أسرد الترتيب الأبجدي، الترتيب الهجائي أو الترتيب الألفبائي، ثم عندنا الترتيب الصوتي القديم، وسنتعرف على ترتيب خليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيب سيبويه، وترتيب ابن جني. ثم سنحاول أن نتعرف على الترتيب الصوتي الحديث للحروف العربية، وأخيرا سنصل إلى الترتيب المقترح بدليل الأستاذ، وهنا أقصد دليل قرائية، دليل الأستاذ للقراءة وفق الطريقة المقطعية، يعني ما يتم العمل به حاليا في مؤسسات التجريب الجزئي. إذا غادي نتعرفوا على الترتيب الأبجدي. إذا أولا غادي نتفكر لأن الحروف العربية هي 28، لأن في هذه الترتيبات كل واحد، كل لغوي من اللغويين العرب حاول أن يعطي تصنيف وحاول أن يعطي عددا للحروف، يعني كاين اللي قال لك راه كاينه 28، كاين اللي قال 29، كاين اللي قال 35، كاين، يعني كل واحد ملي كان كيضيف المدود، ملي كان كينقص المدود، ولكن سنتفق جميعا على أن عدد الحروف في اللغة العربية هو 28 حرفا عدا الهمزة طبعا. ثم إذا غادي نمشيو مع الترتيب الأول، الترتيب الأبجدي، وهو الترتيب اللي معروف بأبجد هوز. أبجد هوز هذا الترتيب الأبجدي، وهو الأقدم، بحيث يعني في الترتيبات العربية غادي نوجدوا أن هذا هو أقدم ترتيب، حتى كاينه عنده واحد الا بغينا نقولوا يعني بحال واحد الترنيمه، واحد التلحين كيلحنوه به الناس اللي حافظين هذا الترتيب هذا أبجد هوز، يعني كاينين الناس اللي كيحفظوه بحال بتجميعات ديال هذه الحروف. عندنا الترتيب الثاني، وهو الترتيب الهجائي او الترتيب الالفبائي،
ونلاحظ انه جمع بين الحروف المتشابهه شكلا ولفظا. اذا هو الترتيب اللي هنايا انا عطيه لكم في السطر الثاني هنا معنا. اذا الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ظاء سين شين صاد ضاد. يعني الحروف اذا لاحظتوا هنايا هذا الترتيب اعتمد على تجميع الحروف المتشابهه شكلا ولفظا وجعلها متتاليه، ووضعها اللغوي نصر بن عاصم، هو الذي وضع لنا هذا الترتيب. اذا ثم نمر الى الترتيب الموالي الذي هو الترتيب الصوتي القديم، وهذا الترتيب غادي نعطي في الشفافه المقبله واحد الجدول مختصر لهذه الترتيبات، ولكن اولا نسبقوا نهضروا عليها. اذا هذا الترتيب القديم رتبه الخليل الفراهيدي، وهو قائم على مخارج الحروف في جهاز النطق لدى الانسان. يبدا يعني كيفاش كان يرتب؟ كان يرتب بالحروف اللي كتخرج اولا من الحلق وكيبقى ماجي شويه بشويه حتى الحروف اللي كتوصل كتخرج من الشفتين. يعني اعتمد الترتيب بناء على 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 بعد النطق ديال الحرف على مستوى الجهاز الصوتي. اذا كان ينطق يبدا بها بالاقصى باقصى الحلق، ثم الاقرب فالاقرب فالاقرب الى ان يصل، اذا كان كيبدا بحرف العين الى ان يصل الى حرف الياء. من بعد ذلك نجد ترتيب سيبويه، ونظرا لان سيبويه هو راه تلميذ ديال الخليل، نظرا لما نعيت به شنو نعت بماذا نعيت هذا هذا الترتيب ديال الخليل؟ نعيت بانه ترتيب يعني فيه واحد مجموعه من الغموض، يعني ترتيب غامض وفيه مجموعه من الخلط وماشي دقيق وماشي هذا. جاء الترتيب ديال سيبويه باش يحاول، عطى ترتيب اخر باش يحاول يتفادى هذاك النوع ديال الغموض الذي نعيت به ترتيب الخليل الفراهيدي. ثم بعد ذلك جاء ترتيب ابن جني، وهو رتبها حسب تتابع مواضع النطق من الحلق الى الشفه كذلك، ولكن غادي نشوفوا انه حاول يعطيها ترتيب اخر. نعم، أعتذر جدا عن هذا الإشكال الذي يقع في تمرين الشفافات. نعم، إذا هنا غادي نلقاو جدولين. نعم، غادي نلقاو جدولين. الجدول الاول يضم لنا الترتيب القديم، الترتيب عفوا ترتيب الخليل وترتيب سيبويه وترتيب ابن جني. ثم غادي نلقاو الجدول الثاني اللي كيعطينا خلاصه الترتيب الحديث. هذاك الترتيب الحديث جاء في واحد العهد اللي كانت تراجعات فيه العلوم في اللغه العربيه، يعني داك اللي كن اللي نسميوه اذا بغينا نقول الفتره ديال الركود ديال العطله ديال انتاجات العلوم العربيه. اذا جاء هذا الترتيب فقط، يعني ترتيب حاول ان حاولوا العلماء انهم يعطونا واحد الترتيب، ولكن ما عندوش واحد السند. إذا إلا لاحظتوا هنا هذا ترتيب الخليل، هذا ترتيب سيبويه، هذا ترتيب ابن جني، كلهم حاولوا يشتركوا في هذه الترتيبات على أنهم كيرتبوا لنا الحروف انطلاقا من كيفية النطق ديالها، يعني كيف ما جات هي مرتبة على مستوى الجهاز الصوتي، هكذا حتى هما كي هكذا حتى هما كيرتبوها، ولكن هناك اختلافات. إذا هنايا غادي تشوف بين الخليل وسيبويه، الخليل بدأ بحرف العين وسيبويه بدأ بالهمزة، كذلك ابن جني بدأ بالهمزة. هنا بين ابن جني وبين سيبويه غادي نلقاو واحد شوية ديال 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 التشابه، ولكن على مستوى يعني المقارنة مع الخليل غادي نصيبوا أن هناك تباعد. نعم، أما بالنسبة للترتيب ديال العهد ديال الترتيب الحديث فهو ترتيب غادي نشوفوه كاملين بنا، بدأ بحرف الباء ثم انتهى بحرف الآليف، ثم هناك ترتيب آخر بدأ بحرف الباء ثم انتهى بحرف الهمزة. إضافة إلى هذه الترتيبات هناك ترتيبات أخرى، هناك ترتيب المفرد والمزدوج عند أهل الغرب وعند أهل الشرق، هناك مجموعة من الترتيبات، ولكن ما يهمنا
نحن هو كيف جاءنا هذا الترتيب الجديد المعتمد حاليا في دليل الأستاذ مع هذه المستجدات. جانا ترتيب جديد، اندهشنا بعد ما كنا في كندرسوا في اللغة العربية، كنبداو بحرف الميم، ثم كنبداو بحرف كنمشيو لحرف الباء او الكاف او هذا. كنا كنقولوا علاش كندرسوا ذوك الحروف هكذا، علاش كنبداو بالميم ثم الباء. كانت اغلب الاجابات تنصب حول ان لان هذوك هما الحروف اللي كينطقهم الطفل، اول حروف كينطقهم الانسان في جهه كينتجهم الجهاز الصوتي ديالو هما حرف الميم وحرف الباء. اذا ربما يمكن السهوله ديال النطق ديالهم هذاك، دونك من تما جات التبني ديال ان هذوك الحروف هما اللي غادي نبداوهم من الاولى. ولكن حاليا مع المنهاج الجديد، مع تبني القرائيه كمقاربه تكتيكية جديدة في تقديم مادة القراءة في القسم الأول والقسم الثاني، إذا أعطانا الدليل واحد التصنيف جديد غادي نشوفوه في الآخر. ولكن قبل أن نرى هذا التصنيف، أن نرى هذه الحروف كيف صنفت، غادي نشوفو شنو هي المعايير التي اعتمدها أهل الدراية لاعتماد أو لتصنيف الحروف بهذا الشكل. إذا الترتيب المقترح بالدليل جاء نتيجة بحوث علمية قام بها مهتمون بالشأن التربوي بالمغرب لتجاوز معضلات القراءة والكتابة والتأخر في تملكهما. ومن هذا البحث الذي أشرفت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمغرب، واعتمدت فيه مجموعة من المعايير نذكر منها. إذا عندنا أولا المعيار الأول الذي تم اعتماده في هذا التصنيف، يتعلق الأمر بالمعيار الصوتي، ويتعلق الامر بموضوع مخارج الحروف او الصواميت. غادي نشوفوا من بعد شنو هو الفرق بين، مش معليش نبقاو نقولوا من هنا للفوق، راه كاين هناك فرق كبير بين معنى بين حرف وبين صامت. اذا يتعلق الامر بموضع مخارج الحروف او الصواميت، ذلك على انه كلما كان موضع النطق اقرب الى الفم كان تحقيقه اسهل. يعني مثال ديال حرف الباء هو اسهل من العين في النطق، لان موضع نطقها اقرب الى الفم مقارنه مع صوت العين. اذا هنا تبنينا اول معيار هو المعيار الصوتي، وقلنا المعيار الصوتي شنو كيقول؟ كيقول لك ان الحروف يعني كل ما كانت قريبه، هذاك الحرف اللي كيخرج من الشفتين هو الاقرب، غادي يجي من موراه الحرف اللي غادي يخرج من اللسان، غادي يجي من موراه الحرف اللي غادي يخرج من الحلق. اذا هذا الترتيب اللي ماشي هكذا ديال الحروف غادي يعطينا، هذا هو المعيار الصوتي، كيقول لك ان اللي غادي يخرج من، يعني بما ان الشفتين هما الاقرب يعني التحقيق ديال الحرف راه اسهل من هذاك الحرف اللي غادي يخرج لنا من الحلق. ويلا عملنا تجربه فعلا، اذا شفتوا ذاك الجدول ديال تصنيف الحروف حسب صفاتها ومخارجها، وبقيتي غير انت مع راسك كتعمل تجنك، راه فعلا صعيب انك تخرج الحرف البعيد، كيجي صعيب شي شويه انه يخرج. بالنسبه للمعيار الثاني هو المعيار الحركي، وله علاقه بعدد مرات رفع اليد اثناء الرسم الكتابي. اذا حنا راه غادي نمشيو دابا اون باراليل مع الصوتي والكتاب والخطي. اذا له علاقه بعدد مرات رفع اليد اثناء الرسم الكتابي، ومن خلال الدراسة تبين أنه كلما زاد عدد مرات رفع اليد أثناء رسم وكتابة الحرف كان تحقيقه خطيا أكثر صعوبة. مثال، إذا أعطينا مثلا حرف الضاء ملي كنكونو كنكتبوه، شحال من مرة كنهزو يدنا؟ إذا غادي نكتبو داك، غادي نعملو داك الخط الدائري ونهزو يدنا، ومن بعد نديرو رقبة ونهزو يدنا ونديرو النقطة. كان هنا عندنا ثلاثة ديال المرات كنرفعو اليد، ماشي بحال رسمنا مثلا حرف الراء ما كنرفعوش يدنا مرة واحدة فقط. إذا التحقيق الخطي لحرف الراء غادي يكون أسهل بكثير من التحقيق الخطي لحرف الضاء مثلا، لحرف السين اللي فيها الأسنان، لحرف الشين الأسنان زائد النقطة. إذا هذا المعيار الحركي تم أخذه بعين الاعتبار في تصنيف الحروف. ثم غادي نحاول نشوفوا المعيار الثالث اللي غادي يكون هو المعيار البصري. إذا والمقصود به الأشكال الأولية التي يتألف منها الصامت. دابا غادي نبقاو نستعملوا كلمة صامت بدل حرف. يتألف منها الصامت وهو معيار متفرد،
يعني بدوره إلى ثلاث معايير فرعية. عندنا أولا معيار الأشكال الأولية المؤلفة للحروف أو للصواميس، للحروف هنا، لأن على مستوى الخط غادي نهضروا على الحروف. إذا عندنا يعني هناك حروف اللي فيها أقواس، اللي فيها قطعة، اللي فيها أسنان، اللي فيها أنصاف دوائر، اللي فيها دوائر. إذا فكلما زاد عدد الأشكال الأولية المكونة للحرف كان تحقيقه نطقا وخطا أصعب. يعني كلما كان المتعلم كيدير بزاف ديال الأشكال وهو كيرسم، خصو يعني مطلوب منه أنه يعمل بزاف ديال الأشكال وهو باش يحقق داك الحرف خطيا، هنا يعني الصعوبة تتضاعف على المستوى الخطي. ثانيا، معيار التمظهرات الخطية للصامت في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، فكلما تعددت هذه التمظهرات كان تحقيقه نطقيا وخطيا أصعب. إذا عندنا بحال مثلا حرف الهاء، حرف الهاء في أول الكلمة يعني عنده كتابة شكل، في وسط الكلمة يكتب بشكل، في آخر الكلمة يكتب بشكل. وإذا كان يعني هنا غادي نشوفوا عاود المعيار الثالث للاتصال على مستوى يعني هناك حروف مني المتعلم كيصعب عليه أنه يميزها، راه هو نفس الحرف ولكن راه عنده ثلاثة ديال المواضع، إذا كان في الأول شكل، وإذا كان في الوسط شكل، وإذا كان في الآخر شكل. إذا هذه حتى هي في حد ذاتها صعوبة كتجعل التحقيق النطقي والخطي للحرف أصعب. ثالثا، المعيار الثالث هو الاتصال الخطي للصامت وانفصاله في الكلمة. يعني فوقاش كيكون، فكلما كان رسم الصامت منفصلا ومستقلا سهلت قراءته وكتابته. حنا مثلا مدرسة، عندنا مدرسة قلم ثم كلام. إذا هنا حرف الميم في الكلمة الأولى والكلمة الثانية راه متصل، ياك، بخلاف الكلمة الثالثة راه منفصل. إذا في حالة الانفصال كيكون التحقيق ديالو أسهل، ولكن في حالة الاتصال كيشكل واحد الصعوبة. إذا انطلاقا من هذه المعايير يعني اللي ذكرنا، توصلت الدراسة إلى الترتيب الآتي مع نقل الواو والياء إلى الآخر، إلى آخر الترتيب، نظرا لطبيعتهما المتأرجحة بين الصواميت والمصوتات، يعني شبه الصواميت. إذا الترتيب الجديد هو هذا اللي عندنا هنا، غادي نبداو بحرف الدال وننتهي بحرف الواو والياء. هناك معايير أخرى تم اعتمادها، يعني هذه المعايير الثلاثة اللي احنا ذكرنا راها غير اللي بغينا نقوله، يعني المعايير البارزة اللي تخات بعين الاعتبار. هناك معيار ديال التداولي في على مستوى الحروف، يعني كنقيسوا شكون هما الحروف الأكثر تداولا، يعني الاكثر استعمالا، فالحروف الاكثر اللي عندها على مستوى التداولي، يعني عندها نسبه كبيره في التداول، هذه كيكون يسهل التعامل معها، يعني من الافضل انها تقدم هي الاولى. ثم هذه المعايير هذه اعطيناها، صنفنا هذه الحروف بناء على كل معيار من هذه المعايير، ومن بعد شفنا التقاطعات ودارت واحد التمثيل مبياني اللي حاول يعطينا في الاخير هاد التصنيف اللي عندنا هنايا، اللي هو حرف الدال ثم الميم، الراء، الباء، السين، الفاء، اللام، الصاد، الذال، الزاي، الطاء، عفوا هنايا راه عندي خطأ، راه الطاء ثم الضاء ثم الضاد. إذا هذا هو الترتيب الذي توصلنا إليه بعد هذه العملية الدقيقة في التصنيف. إذا هذا بالنسبة للمحور الأول. لكي نمر إلى المحور الثاني، وسنحاول من خلاله أن نتعرف على الطريقة المقطعية في تدريس القراءة. ونبدأ أولا بتعريف مادة القراءة. فهنا سأقتصر على تعريف واحد كلاسيكي ثم تعريف جديد، لنمر بعد ذلك إلى تعريف الطريقة المقطعية. إذا اصطلاحا يحيل مفهوم القراءة إلى ذلك النشاط أو تلك العملية المهاراتية المعرفية التي تقوم بشكل أساسي على تحليل وتفكيك الأحرف والرموز الخاصة بالكلمات وقراءتها بصورة مفهومة وواضحة على شكل جمل مفيدة. ويعبر هذا المفهوم عن العملية المعرفية الإدراكية التي يتم من خلالها النطق بالحروف الهجائية التي تقع عليها العين ويقوم الدماغ البشري باستيعابها.
ويشترط أن يكون الشخص القارئ على معرفة ودراية مسبقة بالحروف الأبجدية، يعني القراءة صلة وصل بين ما هو مكتوب وموثق على الورق مثلا وما هو منطوق سرا أو علنا، يعني قراءة جارية أو قراءة صامتة. إذا هذا التعريف الكلاسيكي. بالنسبة للتعريف الجديد، عندنا القراءة هي عملية تفكير مركبة تشمل تعرف الرموز المكتوبة يعني الكلمات والتراكيب وربطها بالمعاني، ثم تفسير تلك المعاني وفقا لخبرات القارئ الشخصية واستحضار الخلفية المعرفية أو باستحضار الخلفية المعرفية والثقافية عند قراءة الدوال، يعني داك الرموز اللي حنا كنشوفوها، داك الرسوم اللي حنا كنشوفوها. وبناء على ذلك فإن القراءة تتضمن عمليتين متصلتين، وهما، وهذا أهم لنا، هو أن العملية الأولى هي عملية ميكانيكية ويقصد بها رؤية القارئ للحروف والحركات والمقاطع في الكلمات ثم الجمل عن طريق الجهاز البصري، والنطق بها بواسطة جهاز النطق. أما العملية الثانية فهي عملية عقلية يتم خلالها بناء المعنى، وتشمل الفهم الصريح يعني المباشر، ثم الفهم الضمني يعني الغير المباشر، أو فهم ما بين السطور يعني الاستنتاج والتذوق والاستماع والتحليل ونقد المادة المقروءة وإبداء الرأي فيها. إذا هنا كنحاولوا، القراءة هي جوج ديال العمليات كيمشيو مع بعضياتهم، عملية ميكانيكية وعملية عقلية معقدة. بالنسبة للعملية الميكانيكية فيها الرؤية وفيها النطق، يعني العملية ديال أننا عملية الإبصار ثم العملية ديال إنتاج أصوات يعني موافقة. بالنسبة للعملية العقلية هي ديال بناء المعنى، وهذا ما خصنا نوصلوا له، وهذا علاش غادي نتبناو من بعد المقطعية في السنة الأولى والثانية غادي نتبناو القراءة المنهجية بدل القراءة الوظيفية التي كان معمولا بها، على أساس أن القراءة المنهجية تستهدف الإنتاج يعني بناء المعنى، الاستنتاج، التذوق، الاستماع، التحليل ونقد المادة وإبداء الرأي فيها. إذا هي الأهم الأشياء التي يركز عليها القراءة المنهجية. إذا من هنا بدا كيبان التصور كيفاش ماشي وفق المستجدات التي أتت بها الساحة المعرفية على مستوى مادة المساحة التربوية على مستوى مادة القراءة. إذا نمر إلى المحور الموالي، نعم، والذي سوف نرى من خلاله تعريف القراءة المقطعية. إذا الطريقة المقطعية هي طريقة وسطى بين الطريقة الجزئية والطريقة الكلية، حيث تحاول هذه الطريقة تعليم المتعلمات والمتعلمين القراءة بتقديم وحدات لغوية أكبر من الصوت اللغوي اللي هو الحرف، ولكنها أقل من الكلمة، وتنبني أصولها على مقاطع الكلمات واعتبارها وحدات لغوية، لأن الكلمات في العربية يعني في الغالب تتألف من مقطعين أو أكثر. إذا هنا ما كان لا أقصد أن اللغة العربية لا تحتوي على كلمات تتكون من مقطع واحد، وهنا غادي نشوفوا مثلا حروف الاستفهام، حروف الجر، واحد مجموعة ديال هي كلمات تتكون من مقطع واحد، ولكن الأغلب أغلبية الكلمات في اللغة العربية هي تتكون من كلمتين من مقطعين عفوا أو أكثر. وسميت هذه الطريقة بالمقطعية لماذا؟ لكون المتعلمات والمتعلمين يتعلمون بها جملة من المقاطع، ثم يقومون بتركيب كلمات من هذه المقاطع، وذلك أو لذلك يمكن اعتبارها طريقة تركيبية تحليلية، وهنا يعني تركيبية تحليلية راه في نفس الوقت، ماشي كنقول أن التركيبية هي الأولى والتحليلية هي الثانية، لا أقصد هنا الترتيب، ولكن راه التلميذ كيقوم بواحد العملية تركيبية تحليلية في الوقت نفسه. نعم، إذا ثم نمر إلى النقطة الموالية، لماذا هذه الطريقة المقطعية؟ إذا علاش حنا غادي نتبناو هذه الطريقة المقطعية في تقديم دروس القراءة؟ إذا هذه الطريقة تمكن المتعلمين من المقروء عبر آليات الاستماع والفهم والنطق السليم، وذلك عن طريق الربط بين المنطوق والمكتوب. وتعتمد هذه الطريقة عدة مفاهيم مركزية، وهذا هو
يعني بيت القصيد في هذه الطريقة، وهذه راها واردة في دليل الأستاذ ديال القراءة من أجل النجاح. إذا من بين المفاهيم المركزية التي تعتمد عليها الطريقة القرائية عندنا أولا الوعي الصوتي. إذا الوعي الصوتي هو إدراك أن الكلمة المنطوقة هي سلسلة من الوحدات الصوتية الصغيرة صوامت وصوائت أو مصوتات. إذا هنا غادي نحاول أن نستعشي شوية. فالوعي الصوتي شنو هو؟ هو أن المتعلم خصو من ينطق كلمة كتابة يعرف أنها ثلاث دفعات، يعرف أنها كاينة، راه كيقدر يقول ك ت ب، راه هادو منفصلين، راه هاد الكلمة فيها ثلاثة المقاطع، خصو يوقف عند ك و ت و ب. عطيتيه مثلا كلمة باب، غادي يقدر يقول أنها تتكون من مقطعين ب ب. إذا يعني يخص المتعلم يوعى بداك التقطيع، هذا هو الوعي الصوتي، من ينطق واحد الكلمة يعرف عدد الدفعات، عدد المقاطع التي تتكون منها تلك الكلمة. التطابق الصوتي الإملائي هو القدرة على ربط الوحدة الصوتية بشكلها الخطي بين المنطوق والمكتوب. إذا هنا غادي يولي يعني يحاول ما أمكن أن المتعلم غادي داكشي اللي كينطقو يرسمه يترجمه إملائيا. هنا عطينا مثال مثلا ديال رحمة ورحمت، بسطة وبسطة، يعني هنا راه صوتيا خص المتعلم يبقى يوعى ان داكشي اللي قرا او داك الدف داك الكلمه اللي هضر اللي تكلم بها واللي عمل لها التقطيع الصوتي واللي وعى بها صوتيا يعرف يطابق هذاك الصوتي، هذاك ما هو صوتي بما هو إملائي. ثم المفهوم المركزي الثالث هو الطلاقة، أي القدرة على القراءة الدقيقة والصحيحة والسريعة والفاهمة إضافة إلى التعبير الصوتي. تنمية المفردات، أي مهارة تهدف إلى تنمية المعجم الذهني عند المتعلم والمتعلمة عبر معرفة كلمات جديدة. ثم الفهم القرائي هو المرقى الأهم الذي نطمح إليه، والذي يجعل المتعلمين قادرين على فهم معاني النص واستيعابها. إذا هذه هي المفاهيم المركزية للطريقة المقطعية. غادي نشوفوا الآن محاور الطريقة المقطعية. إذا الطريقة المقطعية من بعد ما قدمنا عندها خمسة ديال المفاهيم المركزية كتعتمد عليهم، ولكن لديها محورين أساسيين يعني تدور حولهم هذه المقاربة الديداكتيكية اللي بغينا نقوله. المحور الأول هو محور الوعي الصوتي، والمحور الثاني هو تنمية الرصيد اللغوي. إذا احنا أهم ما كيهمنا في تقديم الدرس ديال القراءة هو أن المتعلم خصو يعني يدير ديك العملية ديال الوعي الصوتي ثم يوصل لتنمية الرصيد اللغوي. فالوعي الصوتي يرتكز او لا ترتكز في هذه المقاربه في شقها الاول على تعرف المقاطع الصوتيه والوعي بها واستعمالها باعتبارها مكونات لا يمكن الاستغناء عنها في سير تعلم القراءه، وذلك او لذلك تسعى الطريقه المقطعيه الى تنميه الوعي الصوتي لدى المتعلمات والمتعلمين، حيث يمكنهم من الوعي بالمكونات الصوتيه للوحدات اللغويه، ومن امتلاك القدره على الربط بين المنطوق والمكتوب، ثم الربط بين مجموع القطع المكونه للكلمه الواحده. ويقود هذا الوعي متى تحقق الى ادراك عميق لكل مكونات الوحدات اللغويه، يعني من صواميت إذا بغينا نقولوا اللي كنا كنسميوهم بالحروف، أو مصوتات اللي هما الحركات، أو أشبه الصواميت اللي هما حروف العلة أو المدود. إذا هنا إحنا خصنا في النهاية من يعني تنمية الوعي الصوتي عند المتعلم خصو يبقى يضبط الصامت مع الحركة مع الشبه الصامت، هادو خصو يضبطهم ويعرف كيفاش يقطع الكلمة صامت حركة صامت حركة صامت حركة، هادي خصو يبقى يضبطها المتعلم. ثم المحور الثاني هو تنمية الرصيد اللغوي. إذا ترتكز هذه المقاربة على استثمار النصوص القرائية، وهنايا من خلال القرائية هذا هو مدخل الحكاية، هذا علاش دخلنا هذا المدخل ديال الحكاية.
إذن على استثمار النصوص القرائية لتنمية الرصيد اللغوي وتعزيز الوعي الصوتي واكتساب القيم الإيجابية وتنمية ميول المتعلمين إلى القراءة وتهذيبها. ويتيح استثمار النصوص إلى تحقيق ما يلي: أولا، غادي يمتلك المتعلمون اللغة العربية الفصيحة ويستعملونها بطريقة عفوية وسهلة، لأن عبر مدخل الحكاية المتعلمين غادي يقراو، غادي يستمعوا للنصوص وغادي يحاولوا انهم يعاودوا يمثلوها وغادي يعاودوا ينطقوها بنفس الطريقه، وغادي دونك غادي غادي المتعلمين سوف يعني يتمرسون على استعمال اللغه العربيه الفصيحه ويستعملوها بواحد العفويه، لان مدخل الحكايه والمسرح كيجعل المتعلمين هذاك لعب الادوار هي تقنيه مفيدة جدا في تعليم المتعلمين، أو في جعل المتعلمين يمارسون طقوسهم بعفوية، ثم يكتسبون انطلاقا من النصوص المقروءة جملا عربية فصيحة بسيطة يستعملونها بطريقة سلسة ومعبرة. إذن هذا بالنسبة لمحور الطريقة المقطعية. الآن سنمر إلى مفهوم المقطع الصوتي. إذن يعرف المقطع الصوتي بكونه كتلة صوتية يمكن أن تنطق دفعة واحدة منفصلة ومستقلة عما قبلها وما بعدها، ويمكن التعبير عنه بالكتابة الصوتية. والكتابة الصوتية هي تحويل مقاطع الكلمة إلى رموز صوتية تتكون من صامت حركة، الصاد يعني كنقصد به الصامت، والحاء كنقصد بها الحركة، حيث تتكون الكلمة من صوامت ويرمز لها بحرف الصاد، وتتكون أيضا من حركات ويرمز لها بحرف الحاء. المقطع بشكل أوضح هو مكون عادة من وحدات أصواتية، جرى نظام اللغة العربية على أن تكون مزيجا من صوامت وحركات كما سبق، لكن بالشروط التالية. عندنا الشرط الأول أن يبدأ الصامت، أن يبدأ بصامت واحد. راه ما يمكنناش نبداو الكلمة بجوج ديال الصوامت متابعين، يعني شوف أنت مع راسك دير واحد الكلمة وحاول تبداها بجوج ديال الحروف عندهم السكون في الأول، واش ممكن تلقاها؟ واش ممكن تلقى شي كلمة عندها جوج ديال الحروف كتبدا بهم ساكنين ما عندهمش حركات؟ ما يمكنش. أن يثنى بحركة. إذا الشرط الثاني هو أن الصامت ضروري خصو يتبع بحركة في أول كلمة. وتتألف الكلمة في العربية سواء كانت اسما أو فعلا، مجردة أو مزيدة، من مقاطع منتظمة، يعني كنسميوها لي فونيم اللغة الفرنسية، أو الصواميت، مميزة واضحة المعالم في السمع، مما يساعد في تحديد الدلالة في المنظور اللغوي. إذا يتضح من هذا التعريف أن المقطع الصوتي عبارة عن مجموعة من الأصوات اللغوية تشتمل على حركة واحدة أو نغمة واحدة، كما يمكنها أن تحمل درجة واحدة من النبر، والنبر هو الضغط على مقطع معين من الكلمة ليصبح أوضح من غيره لدى السامع، يعني لاكسون النبر. إذا هنا حاولنا نعرفوا ما هو المقطع الصوتي، غنشوفوا الخصائص ديالو. شنو هاد الخصائص ديال المقطع الصوتي؟ يتميز المقطع الصوتي بمجموعة من الخصائص، منها أولا عندنا لا وجود للمقطع الصوتي في اللغة العربية دون وجود حرف متحرك فيه. إذا ما يمكنناش نوجدو. إذا إلا بغينا نقول مثلا، نعطيكم مثال باش ما نبقاوش في العموميات، كتابة، دائما غادي نرجع لذاك المثال ديال كتابة. كتابة هي كلمة فيها تسد المقاطع الصوتية ك ت ب. إذا أولا لا وجود لمقطع صوتي في اللغة العربية دون وجود حرف متحرك فيه، ما يمكنش نوجدوا مقطع صوتي فيه غير حرف وفوق منه سكون، ح مثلا، هذا ماشي 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 مقطع صوتي. مقطع صوتي خصو يكون فيه حرف زائد حركة، نيكا بو مي، حرف زائد حركة هذا مقطع صوتي. ثانيا، الحرف المضموم أو المفتوح أو المكسور يعتبر مقطعا صوتيا واحدا، مثل يا صيلو، يعني يا صيلو. ثالثا، الحرف العربي، انا يعني راه باقيين غادي نجيو في الاخر، غادي تشوفوا ملي غادي نوصلوا للمحور الثالث اللي هو المحور الثالث اللي فيه تطبيقات إجرائية،
تما هذا الكلام اللي كنقولو كله غادي يبان عبر امثله توضيحيه، وغادي تفهم، غادي تفهم الامور اكثر. اذا قلنا ثانيا ان كل حرف كيشمل حركه راه كيمثل مقطع صوتي. ثالثا الحرف العربي من احوله ان يكون ساكنا، حنا هضرنا على الحركات الضمه والفتحه والكسره، إيه، ولكن من احوال الحرف العربي ان يكون ساكنا، سواء كان السكون، سكون اللي كنشوفوه حنا، او السكون ديال المد. اذا في هذه الحاله يشكل مع الحرف الذي قبله مقطعا صوتيا، اذا مثل يكتب، اذا في المقطع هو يك، هذا كامل داك الحرف الساكن كيمشي مع المقطع اللي قبل منه، ما كيمكنش يبقى بوحدو ويشكل لنا مقطع بوحدو، لا. اذا هنا هذاك ك اللي هو الحرف الساكن مشى معايا، تا يك هذا مقطع، تو بو، تو راها مقطع بوحده وبو راهي مقطع بوحده. نعم، شكرا للاستاذ اللي كيحاول يوضح معايا. نعم، اذا يا مقطع مزيان، ايه غادي نزيدوا له الحرف ك، لان الحرف ساكن، ما يمكنش يكون مقطع بوحديته. اذا هذا التقطيع الاستاذ كي درنا التقطيع تبارك الله عليك، اذا ها لا سيلاب الاوليه، ها الثانيه، ها الثالثه، مزيان. رابعا الحرف المتحرك قبل المد، يعني المدود الواو والياء والالف اللي معروفه، يشكل مع المد مقطعا صوتيا، يعني المد كيمشي مع الحرف اللي قبل منه بالحركه، كيشكل مقطع، دا راه مقطع صوتي كامل، دو، يعني ما يمكنش ناخذ دا نقول هذا مقطع صوتي والالف نقول هذا مقطع صوتي بوحده، لا، المدود كتمشي كتشكل مقطع صوتي مع الحرف اللي قبل منها. خامسا الحرف المشدد يفكك ادغامه الى حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك، والحرف الاول الساكن يشكل مع الحرف المتحرك قبله مقطعا صوتيا واحدا. اذا هنا اللي خلينا فعل مادة، غادي نحلو نفككو الادغام ماد دا، وغادي الحرف يعني اللي فككنا الادغام الساكن غادي يمشي مع الحرف اللي قبل منه، والثاني غادي يشكلنا مقطع ثاني. اذا ماد مقطع صوتي واحد، دا مقطع صوتي ثاني، اذا هنا شكك عاود نفس الشيء. سادسا اللام القمريه مع همزه الوصل قبلها يعتبر مقطعا صوتيا واحدا، اي يعني ال اذا كانت قمريه راها كتشق، اذا الفصل غادي نعتبره ال مقطع، فص مقطع، لو مقطع. سابعا الحرف المشدد بعد اللام الشمسيه مع همزه الوصل قبلها يعتبر مقطعا صوتيا واحدا، اذا ال القمريه هي بحد ذاتها كتكون مقطع صوتي، اما بالنسبه لل الشمسيه الا كتدخل مع الحرف اللي من موراها، الر اس، يعني هنا الراء مباشره ما كننطقوش نهائيا هذيك ال الشمسيه. ثم ثامنا عندنا التنوين، والحرف المنون يعتبر مقطعا صوتيا واحدا مثل علمون، يعني التقطيع ديالها ع لامون، صامت حركه، صامت حركه، ثم صامت حركه. غادي نمروا الى الشريحه الموليه. هنا بعد ما تعرفنا على خصائص المقطع الصوتي غادي نمشيو باش نشوفوا انواع المقاطع الصوتيه. اذا انواع المقاطع الصوتيه عندنا ستة، عندنا المقطع القصير، المقطع المتوسط، المقطع المتوسط المغلق، عفوا المتوسط المفتوح، المتوسط المغلق، ثم الطويل المغلق، الطويل مزدوج الاغلاق، والمقطع بالغ الطول مزدوج الاغلاق. شكون هو المقطع القصير؟ هو اللي كيتالف من صامت زائد حركه قصيره، يعني حرف ومعه ضمه او فتحه او كسره، هذا كيتسمى المقطع القصير. مثل كتابه، عندنا ك مقطع قصير، ت مقطع قصير، ب مقطع قصير. المقطع المتوسط المفتوح هو المقطع الذي يتكون من صامت تتلوه حركه طويله وغير مختوم بصامت، مثل جامعة، إذا هاد جا راه هو صامت زائد جوج الحركات، ياك زائد الحركة ديالو حرف الجيم مع الفتحة، وهاد المد حتى هو في حكم حركة، إذا هذا كيتسمى المقطع الطويل المفتوح. المقطع المتوسط المغلق يتألف من صامت يحصر من صامتين يحصران بينهما حركة قصيرة. نعم، إذا عندنا المتوسط المغلق هو اللي كيجيب لنا
جوج ديال الصواميت بيناتهم حركة واحدة، بحال مثلا فعل درس ستوم، س دا دا رس توم. اذا هنا س رس راه جانا عندنا صامت حركة صامت، الراء حرف صامت مع حركة والسين صامت. اذا هذا كيتسمى المتوسط المغلق. نعم، المقطع الطويل المغلق هو المقطع الذي يتكون من صامت وحركة طويلة وينتهي بصامت. نعم، هنا اللي بغى الاستاذ نكملو يعني كيفاش علاش تسمى هذا متوسط مغلق. ب، اذا هنا عندنا التقطيع، ها هل هل لاسيلا هل المقطع الاول دا، المقطع الثاني هو هذا رس، ثم المقطع التالي توم. هذا المقطع هذا بحال رس وتوم كيف هذو كيتسموا مقطع متوسط مغلق. علاش؟ لان عنده صامت زائد حركه زائد صامت. اذا صامت حركه صامت كيتسمى المقطع المتوسط المغلق. عندنا المقطع المتوسط، المقطع الطويل المغلق هو المقطع الذي يتكون من صامت وحركة طويلة يعني مد وينتهي بصامت، صامت زائد حركة زائد. إذا هنا ثم المقطع الخامس عندنا المقطع الطويل مزدوج الإغلاق، يتألف من صامت تتلو حركة قصيرة متلوة بصامتين، مثل صامت حركة صامت صامت، مثل بنت. إذا هادو الكلمات اللي كان مقفوع عليهم، بنت بيت موت، كنصيبو الصامت والحركة ومن موراه جوج ديال الصواميت، هذا كيتسمى المقطع الطويل. نعم، إذا إلا شفنا هنايا بنت، إذا هذا الأول. إذا هل اسمحوا لي هنا في عوض نعمل الخطوط كنعمل الدوائر. نعم، اذا عندنا صامت حركة ثم زائد صامت زائد صامت، صامت حركة صامت صامت كيتسمى المقطع الطويل مزدوج الإغلاق. عندنا المقطع بالغ طول مزدوج الإغلاق، يتألف من صامت تتلوه حركة طويلة متلوة بصامتين، يعني صامت زائد جوج الحركات زائد جوج ديال الصواميت. وهنا مثلا عندنا شاب، عندما نقف على كلمة شاب عندنا شاب كاينه صامت حركة زائد صامت زائد حركة، عفوا صامت حركة حركة ثم صامت حركة صامت صامت، عندنا صامت حركة حركة صامت صامت. شا المد ب، الا فككنا الادغام غادي يعطينا نعم 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 استاذي. اذا هنا شا هذا صامت حركة، إلا زدنا المد هي حركة ثانية، إذا صامت حركة حركة، وب راها مشددة غادي نفكوا لها الإدغام غادي تعطينا ب ب لأنها واقفين عليها بسكون. إذا هنا صامت صامت، نعاودو صامت حركة حركة صامت صامت، هذا كيتسمى المقطع بالغ طول مزدوج الإغلاق. إذا غادي نمر شنو هذا الشيء؟ غادي نمر للمحور الثالث. نعم، بعد ما تعرفنا على المحور ديال التطبيقات، واللي ما ارجوه من خلال هذا المحور هو انه يتم الاجراء، يتم التعريف ويتم او الفهم ديال هاد النظري اللي شفناه كامل عبر امثله. اذا غادي نشوفوا في التطبيقات، نشوفوا التطبيق الاول حول التحليل الصوتي للكلمه وفق الطريقه المقطعيه. نعم، وغادي نشوفوا كلمه دخلته، لا عفوا هذا ثاني. نعم، إذا كما أسلفنا في هذا العرض فالمقاطع العربية محصورة في 6 أنواع، وللتنهير على الكتابة الصوتية المقطعية نقترح الأنشطة التالية. ألف، غادي نشوفوا الحركات الحرف بالحركات القصيرة، الحركات القصيرة اللي قلنا هي الضمة الكسرة والفتحة، يعتبر مقطعا صوتيا. وغادي نشوفوا هنايا التقطيع ديال كاروما ويصيلو، إذا كاروما كلمة، التقطيع والكتابة الصوتية عندنا كاروما، وقراءة الكلمة كاروما.
إذن بالنسبة ليصيلو حتى هي نفس التقطيع يصيلو يصيلو. إذن الترميز عندنا صامت زائد حركة، إذن ك راهي صامت زائد حركة، يا صامت زائد حركة، رو صامت زائد حركة، سي صامت زائد حركة، ما هي صامت زائد حركة، ثم لام صامت زائد حركة. يعني المتعلم راه هذا الشيء اللي خصو يكون عندك في الاخر كيقول مين يقرا كتابة غادي يقول لك ك صامت حركة، با صامت حركة، تا صامت حركة. هكذا خص المتعلم يوعى صوتيا، يعني يتنمى عنده داك الوعي الصوتي تقطع الكلمات. هنا يعني نشوفوا باء إذن نعم إذن هذا دوزنا شفنا هذه الشفافة هذه. غادي نحاول نمر إلى المثال الموالي. نعم واش بغا يدوز هذا المثال؟ شد معنا العكس. الأساتذة اللي معنا يعني في الغرفة إذا كانت عندهم هذه الإمكانية أنهم يمشوا معنا للشفافات. نعم إذا باء الحرف كلمة الحرف الذي قبله يشكل مقطعا صوتيا واحدا. إذا من بعد ما شفنا التقطيع الصوتي ديال الحركة القصيرة غادي نمشيو دابا نشوفو التقطيع الصوتي ديال صواميت مع حركات ساكنة أو حركات أو مدود. وغادي نشوفو الكلمة الأولى هي دخلتو، نشوفو الكلمة الثانية من بعد هي يراجعو. إذا بالنسبة لدخلتو عندنا الدال هو صامت حركة، خل هادشي اللي قلنا الساكن دائما كيمشي مع الحرف اللي قبل منه، والتقطيع كيكون صامت حركة صامت لأن هذا الصامت اللي عنده السكون غير متحرك. ثم تو صامت حركة، دخلت عدد المقاطع ثلاثة. لأن دائما المتعلم خص أنك تعلمه يقول لك عدد المقاطع في كل كلمة. بالنسبة لحرف المد مع الحرف الممدود قبله عندنا يراجعو، إذا تقطع يو را جي عو، أربعة ديال المقاطع. يو هو صامت حركة، را صامت حركة حركة، جيم صامت حركة، ثم عو صامت حركة. إذن هذا راه حنا كنحاولوا مثلا دابا كنشوفوا الأجراء ديال هذوك الأنواع اللي قلنا قبيلة في الإطار النظري. ثم غادي نمروا إلى المثال الموالي، مثال دال. إذا هنا عندنا الحرف المشدد مع الذي قبله يشكل مقطعا صوتيا. إذا نرجعوا نفس مد، مد هو مد دا. إذا هنا عندنا صامت حركة صامت، ثم صامت حركة، عدد المقاطع اثنان. بالنسبة للام القمرية مع همزة الوصل قبلها تشكل مقطعا صوتيا، عندنا القلم. إذا كيفاش غادي نقطعوا الكلمة؟ ال قلم. ال هي صامت حركة صامت، أ ل صامت حركة صامت، ق صامت حركة، ل صامت حركة، م صامت حركة، عدد المقاطع أربعة. غادي نشوفوا الآن تقطيع ديال ال الشمسية مع الحرف بعدها، وغادي نشوفوا التنوين. إذا بالنسبة للحرف المشدد بعد اللام الشمسية مع همزة الوصل يشكل مقطعا واحدا بعد تفكيكه، وذلك مثلا غادي نشوفوا كلمة الصمد. إذا ص يعني داك 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 حنا راه كنعرفوا أننا ملي كنكون كنقراو المتعلمين الآلة الشمسية كنقولوا ما كننطقوش بها، يعني في وسط الكلام كيتعود المتعلم أنه غير كيشدد الحرف ما كينطقهاش.
ديال حتى التقطيع نفس الشيء، لان يعني هنا باش كتلاحظوا الاهميه ديال هذه الطريقه المقطعيه. المتعلم راه كيتعلم يقرا وكيتعلم يربط ما بين الصوتي والرسم الاملائي، غادي يعرف في البال ديالو راه كاينه تما الشمسيه اللي ما كتبهاش، راح يتبع في التقطيع في اثناء الوعي الصوتي كيوعى بهذه الاشياء هذه، كيتنمى عنده هاد العمليه هذه، هاد الفهم. اذا الصا صامت، حركه صامت على اعتبار ان هذا حرف مشدد، ثم صا صامت حركه، ما صامت حركه، دون صامت حركه. هو التقطيع هو اربع مقاطع. بالنسبه للتنوين، الحرف الذي يحمل تنوين يشكل مقطعا صوتيا، هنا كتب، اذا كو صامت حركه، تو صامت حركه، وبن صامت حركه. اذا هذه هي الانواع، هذا كان تطبيق اجرائي لهذوك الانواع بسته او بسبعه ديال التقطيع الكلمات، جميع الانواع ديال التقطيع ديال المقاطع اللي ممكن تكون عندنا. والان غادي نحاولوا نمروا الى لتقديم بعض الانشطه او بعض الاليات لتنميه الوعي الصوتي لدى المتعلم، وهذا طبقا لما جاءت به التوجيهات الرسميه الحديثه، وما هو مرفق بدليل الاستاذ لتدريس القراءه وفق الطريقه المقطعيه. اذا عندنا لتنميه مهاره الوعي الصوتي او الفونولوجي عندنا المقطع، وصف المهارة هي تمييز المقاطع والتلاعب بها في الكلمة، يعني عنده كتابة خصو يعرف كاينة كا تا با ثلاثة المقاطع. النماذج الأنشطة ممكن أن الأستاذ يدير تصفيقة واحدة لكل مقطع من المقاطع المكونة لإسمك، كلمة مصطفى مثلا غادي يقول لك مصطفى، شحال عندهم تصفيقات؟ ثلاثة، وهكذا كيمر على التلامذ كامل، كل واحد كيبغي يقطع التسمية ديالو عبر التصفيقات وهكذا. عندنا القافية، وهي معرفة الكلمات التي لها نفس القافية وتحديدها وإنتاجها، وهنا الأستاذ يعين الكلمة التي لها نفس القافية مع مثلا سعيد، قد يعطيهم سعيد، يلا شكون يعطينا كلمات أخرى عندها نفس القافية مع سعيد، وغادي يبقاو يعطونا غير في خلال الأسماء، ثم يعني كلمة جديد، وليد، عبيد، فريد، إلى غير ذلك. عندنا العزل، وهو تعرف الوحدات الصوتية التي تكون الكلمة، يعني الأستاذ غادي يعطيهم مثلا ما الصامت الأول في كلمة صادق، غادي يحاولوا هما يعطوك يعزلوا ذاك الصامت. ثم التفييئ، وهو تعرف كلمة تبتدئ بوحدة صوتية تختلف عن باقي كلمات المجموعة، يعني الأستاذ ما الكلمة التي لا تبتدئ بنفس الصامت كباقي الكلمات الأخرى، غادي يعطي واحد يعني بحال داك شاسي لانتخي، غادي يعطي واحد سلسلة الكلمات ويتعرفوا هما على الكلمة اللي هي خارجة من الاخرين، ما دخلاش في ديك الفئة اللي ما خصهاش تكون ضمن تلك الفئة. عندنا الدمج، وهو الاستماع الى سلسلة من الوحدات الصوتية والجمع بينها، الاستاذ يعني يقدر يقول له مثلا ما الكلمة اللي تتكون من سين فتحة ميم كسرة عين فتحة، باش يتوصل المتعلم انه يقول له هي سامعه. ثم هذا ما يسمى بانشطه الدمج. ثم لدينا بقي لنا ثلاثه او اربع انشطه اخرى لحسب ما جاء في الدليل، ثمانيه ديال الانشطه ديال تنميه الوعي الصوتي. ثم عندنا التقطيع، سعود، التقطيع وهو تجزئة الكلمة إلى وحدة صوتية عن طريق النقر والعد، يعني الأستاذ ممكن أن يسأل المتعلمين ما الصواميت والمصوتات التي تتكون منها كلمة لعبة، هنا المتعلم غادي يعطيك الصواميت ويعطيك المصوتات أو الحركات. ثم الحذف، وهو تعرف الكلمة المتبقية عند إزالة مقطع صوتي من الكلمة. ممكن كذلك الإضافة، هو تشكيل كلمة جديدة عن طريق إضافة مقطع صوتي إلى كلمة معينة، مثلا الأستاذ قل ما أضف إليها المقطع ك من كلمة جديدة، غادي يعطي مثلا مالون، غادي يقول له هو كمالون وما إلى ذلك. ثم عندنا التعويض، وهو تعويض وحدة صوتية بأخرى لإنشاء كلمة جديدة،
يعني غادي تعطيه كلام وتقول له بدلها بالكاف بالسين وغادي يعطيك سلام مقام ما إل... و... و... وهذا يعني هذا ما كان ما كنسميوه حنا هذه المجموعه ديال الانشطه ديال لتنميه الوعي الصوتي. ما يطلق عليه ايضا بالالعاب القرائيه، وهي محببه جدا عند المتعلمين وتلقى صدى واسع، ممكن تخليهم تحفزهم يقبلوا على تعلم القراءه بشكل مرح وممتع، وبشكل يخلي المتعلمين يحسوا بأريحية وهم يتعلمون ويقبلون على هذه المادة الأساسية. إذا إلى هذا الحين أظن أنني استكملت شرائح هذا العرض. أتمنى إذا كما قلت في انطلاقة العرض أن هذه كانت توطئة نظرية لما هي هذه القرائية، كان لابد أن يعرفها الجميع. ده كل واحد في نفسه يعرف شنو هي هذه القرائية، شنو هو الأساس النظري ديالها، شنو هي هذه الصوتيات، شنو هي كيفاش غادي هذا الشيء غادي نقريوه الكلام، خصنا حنا نعرفوا شنو هو. ارتأيت أن يكون هذا العرض عبارة عن هذه الفسحة التي من خلالها سنلقي نظرة، أو فقط غير تحفز الإنسان أنه يمشي يبحث ويمشي يقرا من بعد على هذه المادة الجديدة. أتمنى لكم التوفيق جميعا. إذا كانت أسئلة أو استفسارات ما زلتوني معكم إلى حين، وأترك اللقاء لكم وتفضلوا. مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة الجراب على عرضك القيم هذا تحت عنوان القراءة وفق الطريقة المقطعية. صراحة عرض شيق، معلومات جديدة استفدنا كثيرا، ونتمنى الإخوة كذلك أنهم يستفدوا. كما قلت فهي فسحة استمتعنا من خلالها، كما وجهت الدعوة للبحث لأن هذا مفهوم جديد في المدرسة المغربية. الصوت إذا فهي كما قالت الأستاذة دعوة للبحث والتعمق في هذا المفهوم هذا. أذكر فقط أعرج على أغلب النقاط أو المحاور التي تطرقت إليها الأستاذة في عرضها. ففي الأول تعرفنا على مفهوم الصوت، ثم مخارج الأصوات، ثم كذلك ترتيب الحروف العربية. وقد رأينا مع الأستاذة كيف أن الترتيب هناك عدة ترتيبات، ثم هناك ركزت على الترتيب المقترح بدليل الأستاذ، يعني خصوصا المعايير التي تم البناء عليها لهذا الترتيب. ثم بعد ذلك انتقلت في محور ثاني إلى تعريف القراءة، ثم دخلت إلى صلب الموضوع اللي هو القراءة المقطعية، ثم لماذا عرفتها، ثم لماذا الطريقة المقطعية، ثم أنواعها كذلك. ثم أخيرا رأينا بعض الأنشطة أو تطبيقات لهذه الطريقة ديال القراءة المقطعية. دي مرة أخرى نشكر الأستاذة شكرا جزيلا، وحضور تبارك الله كبير جدا، يعني أهمية الموضوع لا تقل، ثم السبورة كذلك، هناك تفاعل كبير مع العرض وأسئلة. إذا اللي عنده شي سؤال يتفضل أو استفسار، مرحبا بأسئلتكم اقتراحاتكم وإغناءاتكم، ونتمنى لكم التوفيق. سي أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله. حسنا، إذا أولا كنشكر الأستاذة فاطمة الجراب على هذا التوطئة وعلى هذه الأرضية هذه
قربتنا من هذا المفهوم ديال الطريقة المقطعية، وما ما يعني ما لاحظ يعني الكثير يعني ماشي أنا لوحدي، هي طريقة التصريح، تصريح بالصائت والصامت مثلا في المستويات الدنيا، مثلا في المستوى الأول أظن أن سيطرح إشكالا كبيرا، يعني لما نصرحه ربما بطريقة ضمنية أننا نقول له الحرف والحركة أفضل من أننا صامت، يعني شيء يعني غادي يكون صعب بالنسبة للتلميذ اللي بغى لأول مرة يعني يتعرف الحروف، يتعرف هاد. وبالنسبة للسؤال الثاني، هو هذا الإصدار جاء من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعني من الكتابة العامة ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسموها بالمقاربة الديداكتيكية لتعلم تعلم القراءة والكتابة وفق الطريقة المقطعية. يعني ما عرفتش أنا السبب ديال أن هذه الوزارة هي اللي غتصدر مثل هذه المقاربات، يعني هل عندها يعني علاقة مثلا بالتحفيظ أو قراءة القرآن أو كتابة القرآن، الله أعلم. الشيء الآخر هو أن الملاحظ أنه هو إسقاط مثلا اللي كنقراوه مثلا في لافونيتيك، يعني هاد لو ديكوباج سيلابيك مع هاد لي فونيم مع لي غرافين مع يعني لاباري فوناتوار كما تفضلتي الأستاذة، يعني شرحتي كيفاش الفرانكس ولا رانكس الحروف، يعني بلابيال مع لابيال مع، يعني هذا دل لي أنه إسقاط يعني تعليم اللغة الفرنسية عن اللغة العربية. وما اللي كيظهر أن مثلا بالنسبة للغة الفرنسية لدينا مثلا دي كونسوني دي فوايل، يعني البديهية أننا نطبق هذه الطريقة المقطعية على اللغة الفرنسية، في حين أننا اللغة العربية الصائت والصامت، يعني مثلا كما قلت قبيله ح، الانسان يعني ما غاديش يبان ليه داك الصامت الاول داك ح، عادي يزيد ليه الحركه اللي هي صائت تولي ح، يعني بالنسبه في اللغه العربيه صعب التطبيق بالمقارنه مع اللغه الفرنسيه. والسلام عليكم ورحمه الله، ولك جزيل الشكر على هذا العرض القيم، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، شكرا استاذ العرض القيم، شكرا على المجهود الكبير اللي قمت به، أتمنى الصوت بعد يكون مسموع. عندي واحد الاستفسار بالنسبة، ذكرتي في المعيار الصوتي بالنسبة لحرف الباء على أساس أنه صامت، على علمي يعني حسب ما شفنا في الجامعة أن الباء هنا الأوتار الصوتية كتهتز، بمعنى أنه هيكون صوتي، وذكرتي في الشريحة على أساس أنه صامت، ممكن توضحي لي هذا. ثم من بعد بالنسبة كيفاش نفرق ما بين مثلا شريبة شريبة يعني مجرد أن النطق بش فهو يعني صامت، ثم كتبعوا الحركة يعني كعاد كنسميو حركة، ممكن توضحي أستاذ؟ الله يجزيك بخير. السلام عليكم، أشكر الأستاذة فاطمة القراب اللي قدمت لنا هذا العرض، بصراحة اللي هو جديد بالنسبة لنا باش ندخلوا في التفاصيل، يعني ديال يعني الأول هي كيفاش نطرقوا للطريقة المقطعية. غير بغيت إذا كان من الممكن أستاذة يعني تعطينا الأسس النظرية اللي تبنت عليها هاد الطريقة المقطعية، لأن كنت أنا شفت واحد يوتيوب يعني في بالفرنسي صراحة كيتكلموا على أن تم تجاوز ديك لا ميثود جلوبال وجاو لهاد لا ميثود سيلابيك اللي كتهضر عليها استاذه، نتيجه لواحد يعني شي اسس بحال عصبيه وداك الشيء. اذا كان عند الاستاذه شي اضافه في هذا المجال تفيدنا، الله يجزيها بخير وشكرا. شكرا جزيلا تفاعلاتكم واسئلتكم، استاذه ان شاء الله ستجيب عن استفساراتكم. هنا لدي بعض الأسئلة التي استقيتها من الشاشة أستاذة فاطمة، نفس السؤال تقريبا ذكر، ما سبب تسميتها الصعيد؟ سؤال ثاني فرنسي، pourquoi en arabe il n'y a pas de transcription phonétique؟ سؤال آخر، هل الأستاذ الحق في اختيار الطريقة التي يراها مناسبة للتلميذ في إطار الذكاءات المتعددة؟ إذا هذا السؤال ذكر تقريبا مرتين أو 3 مرات. ثم سؤال أخير، كيف نرسخ هذه الأمور في ذهن التلميذ المستوى الأول؟ سؤال من أحد المتفاعلين كذلك. وأخيرا، هل يتم التصريح بهذه الأشياء لتلميذ
لتلاميذ سواء المستوى الأول أو الثاني. تفضلي أستاذة. شكرا جزيلا لكم. العفو. إذا أولا غادي نحاول يعني يسمحوا لي إذا كانت بإمكان تعاودوا لي الأسئلة، لأن ما الشاشة التفاعلية ما كانتش عندي، كانت عندي إناكتيف. غادي نحاول نجاوب على واحد مجموعة الأسئلة اللي التقطتها، ولكن الأسئلة الأخرى إذا كان ممكن الأخ يعاودها لي. بالنسبة غادي نبدأ من السؤال الأخير اللي قل السؤال اللي قلت تكررها، يعني تصريح المتعلم بأنه يدير داك أيوة الوعي الصوتي صامت حركة، ثم واش يعني نخليه غير يعرف لا سيلاب، راه خصو يعرف غير يقطع بلا ما يوعى شكون هو الصامت وشكون هو الحركة. دونك حنا ملي كنا كنقدموا العرض شفنا واحد المجموعة ديال الأنواع ديال التقطيعات. هنا المتعلم إذا ما كانش كيعرف، دابا مثلا إذا عطيناه إلى علمناه غير يقطع، غير غادي يقول لك كتب راه فيها كتب، وكاتب راه فيها كاتب، ما غاديش يعرف شنو هو الفرق بين ك وبين ك. هو غادي يعرف راه قطع مزيان، ولكن ما غاديش يعرف الا ما كانش كيعرف ان المد راه هو جوج الحركات. راه خصو يتعلم هاد الاشياء هادي، باش هادي هي اللي كتساعده على انه يدير الرسم الاملائي، يطابق بين الوعي الصوتي والرسم الاملائي. الاستغراب اللي عندكم كان عندي حتى انا، يعني كاملين بينا في الاول لكل غريب دهشه ولكل جديد يعني دائما الجديد هو في علم الاجتماع اي جديد النفس الانسانيه تنفر منه او كتلقاه بواحد الاستغراب. انا في الاول سمعتها بالطريقه المقطعيه بهذه الطريقه، يعني سمعت عليها نظريا كيفاش كيخصها تنزل، وقلت من اصعب حاجه هو ان متعلم القسم الاول غادي يعرف ينوض ويقطع لي كلمه، يقدر يقول لي كتابه ولكن يقول لي صامت حركه، يعني بهذا الشكل. هذا جاتني غريبه، ولكن من شفناها يعني في الاقسام تلمذه المستوى الاول كيقطعوا وكيعملوا لا ترانسكريبسيون فونيتيك كيف ما قال الاستاذ بواحد بدقه وماشي يعني بواحد النشاط، بحال كيلعبوا بحال عاجبهم الحال، راه يوسفي انك تطالع على الدليل وتبدا تطبق مع المتعلم من حدك. كتفوت السيمانه الاولى والسيمانه الثانيه صعيب في الاولى استاذي، راه غير كنقولوا صعيب، ولكن غير تحط راسك في وسط التجربه ها انت غادي تشوف كيف ما شفناها حنايا ناجحه في الاقسام. انا ما غاديش نقول لك انا اللي انا طبقتها، ولكن شفناها ناجحه بواحد الشكل كبير في مؤسسات التدريب عفوا التجريب الجزئي. يعني ما تهيبوش من هذا الجديد، ما تحاولوش انكم تعملوا واحد الهاله، راه وليداتنا قادرين على كل شيء. هذاك الشيء اللي كنقولوا حنايا راه ما قادرينش عليه، قادرين عليه وممكن انهم يعملوه. اذا هادو هما الاسئله بجوجهم اللي التقطتهم في الاخر. بالنسبه للاستاذ اللي قال بالنسبه لحرف الباء علاش كنقولوا راه هو صامت، او سيدي راه الحروف كلها كنقولوا لها صواميت، ماشي لاس ان هذيك الخاصيه ديال حرف الباء. وهنا راه بغيت ندوز انا الشريحه باش يعطوني الشريحه الاولى او الثانيه، راه فيها كنهضروا على الصفات ديال حرف الباء. اذا كان ممكن الاساتذه اللي مشرفين على الغرفه يدوزوا لي الشرائح، راه غادي تطلع داك الشريحه باش نعاودوا نصحوا الاستاذ حرف الباء كيف يقدم، شنو الصفات او المواصفات ديال حرف الباء. ماشي ملي قلنا الباء صامت يعني راه هو يعني راه هو صامت، هذيك في الخصائص ديال الحروف كنقولوا مهموس، ما كنقولوش صامت. يعني الحروف اللي كتخرج من الحلق كنقولوا انها مهموسه، اما حرف الباء راه هو حرف بلا فياب كيخرج ما بين الشفتين، وبالعكس هو حرف مهجور ماشي صامت. ابو ادم كنظن وقيل الشريحه رقم 2 او رقم 3 اذا كان ممكن. نعم. وثم بالنسبه لي فوندمون تيوريك ديال هاد لا ميثود اللي بغيت نقول الاستاذ اللي قال لك راه بالنسبه للاوروبيين. نعم اها زيد استاذي الشريحه اللي من مور هذه.
نعم هي هذه. فصوت الباء مثلا هو صوت شفوي، لأن الشفتين اشتركتا معا في إنتاجه ولم ينتج من شفة واحدة، هو انفجاري، هذا هو اللي بغيت نقصد لك عليها، انفجاري ومهجور. فما كيناش الحرف الباء، ما قلناش عليه، قلنا صامت، يعني حرف. هذيك في الفونيتيك كنسميوهم الصوامت والمصوتات، يعني الصوامت هما الحروف، هما لي كونسون، باش نفهموها. الصواميت هما لي كونسون، والمصوتات او الحركات هما لي فويل. اما الخصائص ديال حرف الباء فهو حرف انفجاري ومهجور. بالنسبة لي فوندمون، راه انا سبقت وهدرت عليها قبيلتي، قلت بان او في المقدمة هدرنا على ان هذه المقاربة هي جاءت نتيجة لدراسات علمية، ومن أبرزها لنيوروساينس، علم الأعصاب، الذي أثبت فعالية كبيرة جدا لهذه المقاربة، وهي دراسات التي أجريت في ألمانيا، حيث تم إدخال مجموعة من الأطفال لواحد المراقبة دقيقة سريرية، دخلوهم بديسكانير، وكل مجموعة عطاوهم طريقة من الطرق، واحد مجموعة عطاوهم يتعلموا القراءة بطريقة مزجية، واللي عطاوهم طريقة تحليلية تركيبية، واللي عطاوهم طريقة مقطعية. إذا أثبتت النتائج يعني الدقيقة للآلات أنه على مستوى الدماغ الطريقة المقطعية هي الطريقة اللي عطتنا أحسن نتيجة تجريبية علمية دقيقة على مستوى علم الأعصاب. وهذه هي النظرية، هذا هو الأساس النظري العلمي الذي جعل، كيف ما قلنا، ماشي غير الدول العربية، مجموعة من الدول الأوروبية والدول العربية تتبنى هذه الطريقة المقطعية باللغة العربية أو لا سيلابيك بالفرنسية. حنا كنا راه كاين اللي غادي يقول لي حنا كنا كنعملوها الطريقة كانت شحال هادي، إيه كانت شحال هادي الطريقة المقطعية دون إدخال الوعي الصوتي، ما كانش الوعي الصوتي، كنا كنقريوهم بطريقة يعني آلية مش مقطعية، كانت تسمى الآلية، ولكن ما كانش مصحوبة بالوعي الصوتي، وما كانش مصحوبة بالمحور الثاني اللي ذكرناه في العرض. ذكرنا المحور عفوا الوعي الصوتي، وذكرنا المحور الثاني اللي هو تنمية الرصيد اللغوي، وهادو ما كانوش واردين في الطريقة التقليدية الآلية لتعليم القراءة بالحروف، فقط الطريقة التقليدية. نعم، إذا أترك المايك للإخوة اللي بغا يتدخل. السلام عليكم، صوت مسموع الإخوة؟ السلام عليكم. إذا من خلال الأمثلة، أو أولا نشكر الأستاذة فاطمة على هذا العرض القيم. من خلال الأمثلة التي تم تمريرها كلمة كتب على أنها تتكون من ثلاثة مقاطع، كو ثم المقطع الثاني تو، ثم بالنسبة للمقطع الثالث بن. يعني في الأمثلة لاحظت أن المقطع بن يتكون من صامت وحركة، بن صامت وحركة. يعني يمكنك يعني تمرير الأمثلة للتأكد. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا الصوت مسموع الإخوان؟ الصوت مسموع، شكرا. الشكر الجزيل للأستاذة فاطمة على هذا العرض القيم. إذا عندي فقط نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بالمخارج الأصوات. يعني شفنا في العرض بأن العرض أشار إلى ثلاث مخارج، يعني ثلاثة ديال الأنواع ديال الحروف. قلنا كاين حروف حلقية وشفوية ولسانية. إذا ولم تتم الإشارة إلى الأسنانية واللهوية. وبالنسبة للإخوان اللي قالوا بأن الطريقة المقطعية خديناها من اللغة الفرنسية، يعني فعلا اللغة الفرنسية كانت تستعمل لا ميثود سيلابيك، ولكن راه الطريقة المقطعية راه كانت تستعمل منذ القدم في علم العروض. كنا كنقسموا بها كلمات في الأبيات الشعرية، يعني باش كيتوصلوا لنوع البحور اللي كاينة في الشعر. وشكرا على التدخل، وشكرا لكم جزيلا.
نعم الأستاذ اللي طلب مني نعاودو تقطيع ديال شي كلمة، الله يجازيك بخير، أعتذر منك بشدة لأن ما انتبهتش للكلمة اللي قلتي. إذا كان ممكن تعاود تاخد المايك وتعاود تعطيني الكلمة إذا جات على خاطرك أستاذي، وأعتذر جدا. ألو، السلام عليكم، الصوت مسموع؟ ألو، السلام عليكم، شكرا، وشكرا للأستاذة فاطمة زعما على يعني على العرض القيم حول الدراسة المقطعية، اللي حقيقة هو موضوع الساعة، لأن هناك تحول كبير حول يعني الطريقة المعتمدة في القراءة، لأن المغرب اعتمد طريقة سيعتمد الطريقة المقطعية في القراءة، ولو أن هناك صعوبة على الأسف. باعتبار أن خاصية اللغة العربية في الشكل هي خاصية غادي تصعب من اكتساب اللغة أو تحسين مستوى القراءة عند المتعلمين. غير الإشارة اللي بغيت نشير لها أستاذة فاطمة، شارت أن بعض الدراسات الألمانية في لو نوغو ديداكتيك ولو نوغو سيون ولا نوغو سيونس أون جينيرال سيغ لا ليكتور، كانت واحد الدراسة أيضا فرنسية دارت كومون لو سيرفو أبخونتي لا ليغ، واعتبروا أن في الدراسة أو في يعني في القراءة المقطعية يعني لا ليكتور سيلابيك، لي شيم ديال الدماغ كاملة تتكون في واحد يعني اسخا اكتيف في لا ليكتور سيلابيك، تكون كلها مفعلة أو اكتيف، خلاف أن في لي زوتر ميثود كتكون واحد الباحة إما اليمنى أو اليسرى هي اللي كتكون اكتيف. هذا علاش تم اعتماد يعني لا ميثود سيلابيك، نظرا هو بالضبط ما عرفوش يعني أي باحة مسؤولة عن القراءة وبالتالي كيفاش يمكن أننا ننموها في لينغوسيونس، ولكن كانت يعني كل الباحات كتكون اكتيف، لان لحد الساعه لم تتوصل الدراسات العلميه على اننا تعطينا واش لا ميثود سيلابيك ولا لا ميثود جلوبال سيلاميو. دونك هناك كان يعني كاين واحد ليزيتاسيون في لا كونفيرماسيون ديال هاد التاز يعني في العالم في الدراسات الدوليه. دابا كاين دراسات كبيره في كندا حول هاد يعني باش يثبتوا ان واحد الباحه مسؤوله عن القراءه. يعني المغرب للاسف الشديد، لان عفوا لان في المغرب للاسف الشديد هو اننا اعتمدنا، علاش اعتمدنا لا ميثود سيلابيك؟ لاننا شفناها نجحت في بعض الدول اللي من بينها المانيا ومن بينها فرنسا، ولكن خاصيه اللغه عند هذوك الدول راه ماشي هي خاصيه اللغه عندنا في اللغه العربيه. غيلقاو المتعلمين صعوبه في اكتساب يعني كيفاش يستلاب يعني كيفاش يدير التقطيع الكلمه، على اعتبار ان الشكل هو خاصيه ديال اللغه العربيه كيصعب من هذه المهمه، بخلاف اللغات الاخرى اللي كنلقاو كونسون فوايل سيمي فوايل ولا سيمي كونسون، يعني كنلقاو سهوله في اننا نديرو التقطيع، لا سيلاباسيون كتكون سهله اكثر، وبالتالي حتى ديك لا كونسيونس فونيتيك كتكون سهله، بخلاف اللغه العربيه راه غنلقاو صعوبه ما عند الساده الاساتذه، غنلقاو صعوبه في اثبات بعض المقاطع لان كاين خاصيات في اللغه العربيه، يعني غتكون واحد النوع من التنوعيه البسيطه، ولكن الاكيد انه مستقبلا غادي تعطينا هذه الميثود واحد. حنا ما كنسوقوش للوضع، ولكن الدراسات غتعطي انها يعني ربما تنجح واحد سنه وسنتين او يظهروا بانها نجحت، ولكن للاسف الشديد اللغه العربيه عندها خصوصيه معينه، يعني كيفاش ندرسوا اللغه ما خصناش نحاولوا نقارنوها مع لغات اجنبيه اللي كتكون فيها لا سيلاباسيون سهله. يعني هذه هي اللي بغيت نشير ليها انا، مثلا حتى الصعوبه مثلا ان نقول للمتعلم راه حركه سكون حركه سكون كيف كنديروا حنا في التقطيع العادي، يعني حتى انك تدخل معاه في الصوتيات ربما تكون لان كونسيونس، يعني تكون بغير وعي، ربما لا ريبيتيسيون يعني عوده، باش تدخل معاه في خصوصيه يعني خاصها تكون عنده على الاقل واحد الروافد ولا واحد المكتسبات مسبقه فانه يتعامل مع اللغه العربيه لهذه الخاصيه. وشكرا يعني لكم الوقت، شكرا جزيلا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله، نتمنى ما عرفتش كتسمعوني ولا لا. شكرا استاذه فاطمه على العرض القيم. فقط بغيت واحد التوضيح بسيط فيما قالته الاستاذه فاطمه ثم قال الاخ اللي كان قبلني مباشره. لا، القضيه محسومه منذ سنه 2012، الدراسه اللي دارت في كندا على قبل ما عرفتش ما سمعتش الدراسه ديال المانيا، لكن الدراسه ديال كندا موجوده ونيفو ديال لينكو سيونس، خداو جوج ديال المجموعات ديال الطلاب، جوج ديال المجموعات ديال التلاميذ،
وقسموهم واحد مجموعة التجربة ومجموعة الملاحظة. وكما قال أحد الإخوان كتب هنا أن الباحثة المسموعة على المسؤولة عفوا عن الكلام وهي الشق الأيسر من الدماغ، وبالتالي أخذوا ليها غام معروف هذا الجهاز ديال العربية المكتبة، هذا مش اسم شعب الفحص بالصدى ولا شعب هذا على أي حال. واكتشفوا عن طريق الفحص بالصدى نعم أبو آدم، واكتشفوا على أنه ملي كتكون لميت تصل بك تحفز أكثر الشق الأيسر، وأن ملي استعملنا لميت جلوبال تحفز بزاف الشق الأيمن. إذا ما دام أن هذا الكلام موجود في الشق الأيسر إذا هي لميتود لا بلي كونفونابل هي لميت تصل بك. وبالتالي ظهرت من بعد في اليوتيوب مجموعة ديال الفيديوهات انتيكولي لميت تصل بك إكخاز لميت جلوبال. إذا هذا هو التفسير العلمي، يعني اللي كتكلموا على النيغوسيونس كتكلموا عليه أولا انطلاقا من الدراسات اللي دارت على ذاك التحول اللي كان التمييز بين الشقين ديال الدماغ، ويعني كل شق علاش مسؤول. ثم المستوى الثاني ربطناها بالبيداغوجي، يعني خدينا عينتين تجريبيتين وخديناهم من الكلام وكيقراو، وفي نفس الوقت كنديروا بهم ذاك الفحص بليه الآن، وبالتالي فتم الحسم علميا وتجريبيا وتابيداغوجيا يعني صح التعبير، مع ان اعلن القراءة بطريقة المقطعية هي الاسلم وهي الاصح. اتفق باختصار اتفق على انه هناك اشكال في اللغة العربية، لكن ما المانع هنا ما المانع على انه نقوم بنفس التجربة اللي دارت في كندا في 2012 دارت في المغرب وفي الدول العربية باستعمال القراءة باللغة العربية بالطريقة المقطعية بالوعي الصوتي كما أشارت الأستاذة فاطمة، وباستخدام هذا الفحص بالصدى ديك الساعة غادي نحسمو منهجيا وعلميا بطبيعة الحال مع هذا الجدل اللي تقال حول اللغة العربية. شكرا لكم، ونتمنى وغدا إن شاء الله غادي نكون معكم في عرض إلى الغد إن شاء الله. وبارك الله فيكم، السلام عليكم. السلام عليكم، هل الصوت مسموع؟